مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نشاط البوارح المثيرة للغبار، غبار على شرق المملكة يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وأجواء شديدة الحرارة عموما في معظم مناطق المملكة. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل سرعة الرياح نلاحظ أن هناك نشاط في الرياح، وخاصة رياح البوارح في المنطقة الشرقية من المملكة، تؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا، خاصة المناطق الشرقية والإحساء وبعض المناطق الغربية أحيانا. إذا هناك نشاط في سرعة الرياح وأيضا إثارة للغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق الشرقية من المملكة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، أجواء حارة نسبيا إلى حارة، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض 32 درجة مئوية، أجواء حارة نسبيا. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض يوم الاثنين 44 درجة مئوي، والأجواء حارة وحارة نسبيا أيضا، والصغرى المتوقعة أثناء الليل 32 درجة مئوي. الثلاثاء والأربعاء أيضا أجواء حارة بالنهار، حارة نسبيا إلى حارة بالليل. العظمى المتوقعة يوم الثلاثاء والأربعاء 43 درجة مئوي، والصغرى المتوقعة 31 درجة مئوي. الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق المختلفة، وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن المختلفة. في المناطق الشمالية سكاكة 38-26، عرعر 38-24، وتبوك 37-25 درجة مئوي. المناطق الغربية، المدينة المنورة أجواء حارة 44-32، جدة 38-29، مكة المكرمة أجواء حارة 44-32، والطائف أجواء حارة نسبيا، والعظمى 35 والصغرى 27 درجة مئوي. المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا، مع فرصة لسقوط زخات رعدية متفرقة من المطر. الباحة 31-24، أبها 32-21، جزائن 37-32 درجة مئوي. المناطق الشرقية من المملكة أجواء مغبرة، ورياح البوارح تقريبا بتكون شديدة أحيانا مثيرة للغبار والأتربة. الدمام 42-32 أجواء حارة، حفر الباطن 42-29 حار، والإحساء حارة 44-32 درجة مئوي مع أجواء مغبرة ورياح تشتد أحيانا. المناطق الوسطى أجواء حارة بالنهار، حارة نسبيا ليلا، حائل 39-27، بريدة 42-29، الرياض 44-32 درجة مئوية. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، شكرا لمتابعتكم، ولكم أجمل تحية مني ومن طقس العرب.